ومعنا من القاهرة المحلل السياسي السيد محمد اليمني. أهلا بك سيد محمد معنا في هذه النشرة. بدءا، اجتماع موسع في القاهرة لوقف إطلاق النار بغزة، لكن نتنياهو أجهض قرارات الاجتماع واستمر بالعدوان، يعني هل ستتواصل المساعي لوقف المجازر؟ تفضل. أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. شكرا على الاستضافة. نعلم بأن الجهود المصرية في هذا التوقيت تبذل قصارى جهدها لوقف إطلاق النار، وإن كان مؤقتا هذا أيضا من جهة أخرى أيضا أمر مهم جدا، وهو إدخال المساعدات الإنسانية على كافة المستويات إلى قطاع غزة. وهذه الجهود المصرية يعني تبذل من بداية العدوان أيضا على قطاع، وكما نعلم بأن كان يوجد مفاوضات ومحادثات في الدوحة منذ شهر أو أقل من شهر، وكان يوجد أيضا تفاؤل حذر في أوساط الوسطاء سواء القاهرة وكذلك أيضا الجانب المصري. والولايات المتحدة الأمريكية أرسلت آنذاك يعني معظم مستشاريها، وكان على رأسهم أيضا مدير المخابرات، هذا أيضا من جهة. ولكن الآن نعلم بأن بنيامين نتنياهو لديه من الإرباك، لديه أيضا تنفيذ من خطط الإبادة في قطاع غزة، ويرى في مخيلته بأنه إن تم وقف إطلاق النار في هذا التوقيت فهذا أيضا هزيمة أخرى لدى الاحتلال الإسرائيلي. أما الأمر الآخر هو له علاقة أيضا بالاتصالات وقنوات الاتصال بينه وبين الولايات المتحدة. أقول لك على نقطة مهمة جدا، طيب. ألا وهي بأن الزيارة الأخيرة التي جاء أيضا بها أنتوني بلينكين، أكثر من يعني 11 زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، كانت بمثابة يعني تعزيز المساعدات وتعزيز أيضا بعض الأمور لدى بنيامين نتنياهو. حاول إقناع بنيامين نتنياهو وقال له لابد أن نوصل إلى اتفاق بعد مقتل أيضا يحيى السنوار. ولكن كما نعلم أستاذتي الكريمة بأن بنيامين نتنياهو يتصف بصفات عديدة، منها النرجسية ومنها الكذب، وعانى أيضا المستشارين ورؤساء الوزراء الخارجية لمعظم البلدان من هذا الأمر. أما الأمر الآخر، إذا نظرنا في الأيام السابقة لرأينا بأن إسرائيل تكبدت الخسائر البشرية، وهذا أيضا رقم مهم جدا أربطه أيضا بالمحادثات. لماذا هذا الرقم الكبير؟ ولماذا في هذا التوقيت الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن هذه الأرقام؟ لأن هذه الأرقام بمثابة يعني دفعة كبيرة جدا اتجاه أيضا العدوان سواء في جنوب اللبنانية وسواء أيضا في قطاع غزة، وما يتم التهجير القسري من جبلية وأيضا إلى مصر وكذلك أيضا الضفة الغربية إلى الأردن. أما الأمر الآخر، كما نعلم بأن الرئيس المصري في اليومين السابقين وفي الساعات الماضية كان يوجد قناة اتصال معه ومع أيضا القيادات القطرية وكذلك أيضا الأمريكية وكذلك أيضا الاحتلال الإسرائيلي. أستاذ محمد، إذا سمحت لي أستاذ محمد، إذا كنت تسمعني، الإسرائيلي حين قال بأننا إذا أردنا تحقيق هذه الأهداف سواء كانت المتمثلة في تحرير الرهائن أو أستاذ محمد إذا كنت تسمعني، هذا ليس فقط في نطاق تحقيق الأمور العسكرية أو الأهداف العسكرية، لابد من تحرير الرهائن بطريقة دبلوماسية. فهذا الكلام لم يعجب بنيامين نتنياهو في الأونة الأخيرة، وأنا أرى من وجهة نظري بأن يوجد الآن اضطراب شديد. أستاذ محمد أسألك إذا كنت تسمعني، هذا الاضطراب، نعم إذا كنت تسمع، يعني وفق هذه المعطيات التي تحدثت بها من كل هذه المساعي، اجتماع القاهرة، اجتماع الدوحة، ربما هنالك يعني كما تحدثت ارتباطات بين اجتماع القاهرة وأيضا الدوحة، كل هذه المعطيات وهذه الاجتماعات، ما الذي سيتغير بهذه الاجتماعات؟ ما غاية الاحتلال برفض كل هذه المقترحات بالهدنة؟ أستاذتي الكريمة، الغاية من هذه المقترحات هو الضغط على بنيامين نتنياهو، هو القبول أيضا بمعظم أيضا المقترحات المقدمة. يعني عندما اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية المقترح الأخير الذي كان شاغل في الدوحة قبلته أيضا إسرائيل وقبله أيضا بنيامين نتنياهو، ولكن خرج علينا بنيامين نتنياهو ونفذ أيضا عدوانه في قطاع غزة، ومن ثم أيضا نقل الحرب من قطاع غزة إلى جنوب لبنان، وشهدنا أيضا في الأسابيع. إذن ما هو نوع الضغط على نتنياهو حتى يقوم بعد كل هذه الاجتماعات بهذه الاعتداءات؟ ما هو نوع الضغط الذي تتحدث به؟ كاملة. أما الأمر الآخر المتعلق أيضا بالمساعي، يعني لابد، وأنا قلتها أكثر من مرة،
قلت لابد من الدبلوماسية الفعالة ولابد من الدبلوماسية القوية التي تنتج لنا بالفعل وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن وتبادل الرهائن وإدخال المساعدات والمعاناة التي يعيشها أيضا في قطاع غزة بخصوص الشعب الغزاوي الآن. أستاذتي الكريمة للأسف الشديد العقبة الحقيقية هو بنيامين نتنياهو، هو الذي كان يلقي الكرة تارة في ملعب حركة حماس. طيب أستاذ محمد إذا كنت في تسمعني، ملعب أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا تعمقنا بالحديث في المفاوضات في الدوحة حتى قبل هذه المفاوضات قبل شهرين أو ثلاثة أشهر نرى بأن كانت حركة حماس ألقت مرونة كبيرة جدا وجيدة، وأيضا كان يوجد قبول لدى الأوساط المصرية وكذلك. طيب أستاذ محمد إذا كنت تسمعني نظرا لضيق الوقت طبعا، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد اليمني من القاهرة، شكرا جزيلا لكم.